كده يا جماعه بجيب مثلا الزغلول كده بالطريقه دي كده وبفتح بقه اهو وبديله الاربعة سنت دول. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده باذن الله هنتكلم على حاله الكشاشان اللي هي بتبقى عند الحمام بتاعنا بدون اي امراض. ساعات بنخش المكان بتاعنا بنلاقي الحمام بتاعنا كاشش، بنلاقي بعض الحمام طبعا مش مقبل على الاكل، بنيجي نحط الكلفه او نكلف او كده بنلاقي فيه قصوص راكنه على جنب، ولكن مفيش اي امراض ولا اي حاجه. بتلاقي برضو بعض الذكوره واقفه النتايه بتوشوش الذكر، والذكر عنده حاله خمول، عنده حاله كسلان. يبقى في الحالات دي لازم طبعا ان احنا ندي منشط كبدي للحمام بتاعنا. وهتكلم طبعا النهارده على باركو فيت بي 12 اللي هو ده كده يا جماعه، باركو فيت بي 12 ده بتجيبه من الصيدليه البشريه، طبعا ثمنه حوالي 14 جنيه. طبعا ده ينفعنا جدا مع الحمام بتاعنا باركو فيت بي 12 واحنا بندور على مضاد السموم. برضو المنشط الكبدي ده قوي جدا برضو كمضاد سموم، لو احنا برضو بندور على المضاد السموم. طبعا احنا عارفين المضاد السموم البيطري بيبقى غالي، يبقى ده مضاد السموم ومنشط كبدي اتنين في واحد اهو يا جماعه، حاجه مفيده جدا. زائد ان هو بيحتوي على فيتامينات برضو. طبعا احنا عارفين ان الكلفه ساعات بتبقى ملوثه او الكلام ده، وانت ما بتاخدش بالك برضو. الناس اللي هي ما بتعفرش الكلفه، الناس اللي هي بتحط العلف في الزياده، ده برضو العلف ده طبعا والذره الصفراء زي ما قلنا بيعمل الدهون على الكبد بتاع فرد الحمام بتاعنا، بيبقى فيه حاله خمول. طبعا ده بيشيل كل الحاجات دي، زائد ان هو قوي جدا كمضاد للسموم، السموم اللي هي بتتنقل عن طريق الكلفه اللي هي ساعات بتبقى ملوثه. لو لا قدر الله الميه عندك برضو ملوثه، يبقى لازم برضو ان احنا نشتغل بمضاد السموم. يبقى ده هيبقى مضاد السموم ومنشط كبدي ان شاء الله مع بعض. الحاجه الثالثه برضو، لو احنا مثلا الفرد بتاعنا جاي من كورس علاجي او انك انت اديته كورس علاجي، طبعا لازم بعد اي كورس علاجي وخاصه اللي هي بعد مرض السالمونيلا، طبعا الادويه دي برضو بتبقى لها عامل اساسي انك انت بتعمل تلف في الكبد بتاع فرد الحمام بتاعنا، فبتحاول ان احنا نرجع الكبد تاني بطبيعته، فبنديله اللي هو المنشط الكبدي ده، هيبقى حلو جدا مع الحمام بتاعنا. طريقه استخدامه بقى عشان ما اطولش عليكم ان شاء الله، اهي كده يا جماعه بنجيب الكبسوله بالطريقه دي كده، اهي الكبسوله هتلاقيها برده كبسوله جيلاتينيه بالطريقه دي كده. هنعمل فيها ايه؟ هتجيب الكبسوله دي وتفضيها على اللتر، المفروض ان احنا هنفتحها برده كده بالطريقه دي كده، بس عشان طبعا احنا في رمضان وصايمين هنحاول ان احنا نفتحها مثلا بمقص زي ده كده من هنا كده، اهي كده يا جماعه. وادي الازازه اللي احنا هنفضي فيها، طبعا هنفضيها في لتر ميه، الكبسوله على لتر، وهنعملها بالطريقه دي كده اهي. هتبص تلاقي الكبسوله بتنزل ماده عامله زي الشوكولاته، تمام كده يا جماعه اهي. طبعا هتبص تلاقي الكبسوله نازله تحت كده، هنحاول ان احنا طبعا نرك الازازه عشان نخلي الكبسوله تتفاعل مع الازازه بتاعتها. هتبص تلاقي طبعا لون الميه بقى لونها لون عسل اهي كده. هندي بقى اللتر ده، طبعا الكبسوله على اللتر هندي للحمام بتاعنا. انا طبعا بفضل ان انا اعمل الحركه دي طبعا مع الزغليل حتى كمان يا جماعه برضو، عشان لو ايه لو حابب انك انت تعمل كده اهو، بسحب حوالي 4 سنتي بالطريقه دي كده وبمسك الزغلول اهو كده يا جماعه، بجيب مثلا الزغلول كده بالطريقه دي كده وبفتح بقه اهو وبديله الاربعة سنتي دول، تمام. انا طبعا بحب ادي الزغاليل، طبعا دي فيتامينات، الفيتامينات هتبقى حلوه برضو للزغاليل، زائد ان هي زي ما احنا قلنا مضاد للسموم، منشط كبدي. بص تلاقي الزغاليل عندك طالعه برضو صحتها كويسه جدا، مش هيبقى برضو فيها اي حاجه. هتبص تلاقي الزغلول بتاعك بيكلف كويس، بياكل كويس، صحته كويسه، مفيش فيه عنده حاله خمول برضو. عايز بقى تحط طبعا ده في المسا بتاعت المايه، ماشي مفيش مشكله. طبعا عايز تحطها برضو طبعا حسب الكمية اللي عندك تشتغل فيها، عايز طبعا تديها برضو للحمام بتاعك بالطريقة دي كده، مفيش برضو ادنى مشكلة اهي كده. مثلا بسحب 5 سنتي 4 سنتي زي ما يجي اهو كده يا جماعة. تمسك الفرد برضو كده وتحط برضو السرنجة وتديله برضو 5 سنتي من العلاج اللي احنا عاملينه.
دي كده برضو يا جماعه الجرعه اللي احنا اديناها للحمام بتاعنا، سواء انك انت برضو لو عايز تدي مباشر كده زي ما انا بعمل مفيش مشكله خالص. انا برضو طبعا بحب استخدم الطريقه دي مع الحمام بتاعي، بمر بقى على الحمام بتاعي كده بمسك بالسرنجه كل قص مع الزغليل والكلام ده، بتعب مع الحمام بتاعي شويه بس طبعا بقى بحافظ على الحمام بتاعي بتبقى صحته كويسه ما بيبقاش فيه اي مشكله. نستخدم الموضوع ده مره في الاسبوع او مرتين كل اسبوع، اهم حاجه انك انت ما تنساهوش. طبعا كمنشط كبدي بنستخدمه طبعا بعد اي كورس علاج زي ما احنا اتكلمنا، عشان طبعا الكبد طبعا بيبقى اتهرم من الادويه. يبقى احنا كده اتكلمنا على منشط كبدي ومضاد السموم. لو احنا بندور على مضاد السموم طبعا هو ده اللي احنا هنستخدمه ان شاء الله باذن الله مع الحمام بتاعنا زي ما اتكلمنا مع بعض في الفيديو. دي كانت نهايه حلقتنا معاكم، يا رب كده اكون قدرت اقدم ماده مفيده لحضراتكم. ما تنسوناش في نهايه الفيديو باللايك والشير والاشتراك في القناه، ويا ريت تفعل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد من قناتي. والسلام عليكم.